هل سمعتم عن أذان فيه أخي موسى أم أخي عيسى أم حتى أبي إبراهيم؟ قبحك الله من مدلس المداهن. الآن فقط أنام وأنا مطمئن أن لي عينا، أو ربما تكون النقود قد نفدت فلا أحصل إلا على الفتات. أتشهد سيفك علي؟ سيفي؟ نعم. فهل من أوامر جديدة فنطيعها ونطيع الله فيها؟ يا أبا كريب، حاول أن تساعدنا في كشف هؤلاء المجرمين. حتى هؤلاء لا يسمح لهم باصطحاب عوائلهم معهم. ريان غبي. لقد أمسكت بك أيها اللص، لقد أمسكت باللص، لقد أمسكت باللص. دعه أيها الغبي، دعه دعه. لا أدعه، سأحصل على الجائزة من سيدي. جائزة؟ جائزة الحنقة؟ جائزة مجانين؟ جائزة من؟ ها؟ جائزة؟ يا الله يا الله، أي ذنب اقترفته حتى ترزقني بمثل هذا الأبله المجنون؟ يا رب. إلى متى ستعود متأخراً وتتسلل وكأنك لص يقتحم المنزل؟ ماذا لو كان قتلك هذا الغبي؟ لما ما زلت مستيقظة حتى الآن؟ وكيف يغمض لي جفن وأنت تخرج متنكراً ليلاً في مهمتك الغريبة هذه؟ إلى متى سنبقى على هذا الحال يا أبي؟ إلى أن نقبض على اللصوص، إلى أن نستعيد كرامتنا وهيبتنا أمام الناس. ألا يكفيك من جندتهم من جندك لهذا الأمر؟ الملك يقرعني ليل نهار ويتوعدني كلما رآني أو كلما ذهبت إلى مجلسه، والجند قد أضاعوا الفرصة عندما تركوا لصاً وقع بين أيديهم يفلت منهم. كيف أثق بهم؟ كيف أضع مصيري بين أيديهم؟ وهل ينفع تنكرك بما تقوم به؟ المدينة كبيرة، مداخلها كثيرة، واللصوص عيونهم منتشرة علينا في كل مكان، ولن نفاجئهم إلا بزينا هذا. كان الله في عونكم وحماكم من كل شر. سأجعل سعيدة تحضر لك الطعام. انتظر في الخارج يا بني. تحدثي يا ابنتي. أنا ابنة تاجر ذهب وإخوتي تجار حرير. كان والدي يضع الذهب في بيته خشية أن يسرقه اللصوص من حانوته.
ذات يوم سافر إخوتي في تجارة فاقتحم بيتنا اللصوص وقتلوا والدي وسرقوا الذهب والمال وضربوني ضربا مبرحا ثم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أكملي يا ابنتي، ماذا حدث بعد ذلك؟ عاد إخوتي وكانت صدمتهم وحزنهم علي أشد من حزنهم على مقتل أبي، ورأيت منهم حناناً لا مثيل له. ثم ما لبث أن حردهم الناس علي واستحوذوا على لبهم حتى أنهم هموا بقتلي أمام العامة ولم يخلصني من مديتهم سوى رجل انتخى وطلب الزواج بي، وما هي إلا أيام حتى نخرت الوساوس عقله ونزغ الشيطان قلبه وصدع رأسه لوم الأهل والخلان، فانقلب علي ونفر مني، فأمضيت أياما معه بين إقبال وإدبار، ينهرني ثم يسترضيني، يضربني وبعدها يبكيني، تارة ينعتني بالزانية وتارة بالمظلومة، وفي نهاية المطاف طلقني. وعاد إخوتي على ما كانوا أشد علي برغبة التخلص من عاري كما أسموا، فأمضيت عدتي في بيت عمتي التي لم تسلم هي الأخرى من تهديدهم ووعيدهم، فعزمت على شكايتهم وحسبي الله فيهم، فوالله إن مرارة ظلمهم لا أشد من مرارة اغتصابي. ولماذا لم تذهبي إلى دار الشرطة يا ابنتي؟ فعلتها مرارا ولم ألقى أذانا صاغية، فنصحني أحدهم بأن ألجأ لقائدهم الكبير وأعنني على ذلك بنفسه. كفي عن إثارة الجلبة والفضائح، عودي إلى دارك، استوري على نفسك وعلى ما تبقى من عرض إخوتك. أقول لك يا سيدي، إخوتي يريدون قتلي فتقول لي لا أحد يريد قتلك. سألتهم فأنكروا، هم فقط مستاؤون من لسانك الذي ينشر القصة للقاسي والداني. سيدي لقد ابتليت بهذا مكرهة، فما ذنبي إذن؟ وما ذنب إخوتك لكي تدنسي سمعتهم أمام الناس، بل وتشتكيهم للشرطة أيضا؟ أية سمعة وأي ناس ونصف البلاد تعلم بالحادثة؟ فلماذا تصرين على أن يعلم النصف الآخر بهذه الحادثة؟ حسناً حسناً يا ابنتي، ماذا تريدين؟ أتريدين أن تشتكي أم تشتكي أخويك أم كلهم؟ لا أريد أن أشتكي أحد، فلو على الشكوى اشتكيت الناس جميعاً، فحتى الذين تعاطفوا وأشفقوا شاركوا في ظلمي بطريقة أو بأخرى. يا ابنتي أنت في دار القضاء، فتكلمي ولا تخافي، قولي من هو خصمك وسيأتي طوعاً أو كرهاً. جئتك عن كل مغتصبة قتلت نفسها أو فرت بنفسها
أو في أحسن الأحوال تضرب وتهان كل يوم في بيت أهلها. جئتك لترفع عنا الظلم. أريد أن أعيش بأمان. أريد أن يتركني الناس وهمي، وقد شغلوني بدفع ظلمهم وأذاهم عن الظلم والأذى الذي تعرضت له. لا أريد منهم أن يعترفوا بمظلمتي ولا أن ينصفوني. أريدهم فقط ألا يظلموني. أتساءل يا سيدي، أكان علي أن أقتل نفسي قبل وقوع البلاء لكي أمنع عنها كل هذا؟ قتل النفس من كبائر الذنوب مهما قست الظروف وعظمت الأسباب. ألم تسمعي بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسموه في يده يتحساه يوم القيامة خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ فيها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. إن المكرهة يا ابنتي ليست بزانية إذا صح إكرهوها، وذلك بأن تدفع عن نفسها بكل ما استطاعت. وأنا أحلف اليمين على هذا. ما هذا؟ ما بال الناس يهرعون إلى المسجد والوقت ليس وقت صلاة؟ ها؟ وأذكركم بقول الله عز وجل: لا تزر وازرة وزر أخرى، وبقول نبيه الحبيب صلى الله عليه وسلم: تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الإسلام دين رحمة، فما بالكم تقسون؟ الإسلام دين عدل، فما بالكم تظلمون؟ الإسلام دين سلام، فما بالكم ترهبون؟ الإسلام دين نور وهداية، فأي جاهلية تسترجعون؟ أي شرف يبقى إذا فقد الرجل شهامته؟ أي شرف يبقى إذا اغتصبت الحرة ولم تجد في محنتها سوى نذل من أهل بيتها يغتصبها مرة أخرى ليقتلها ليغسل عارا لا وجود له إلا في جاهليته؟ لعمري هنا ضاع الشرف ووصم العار الجباه. أيها الناس، ليعلم حاضركم غائبكم أن هذه المرأة وأمثالها ستعيش في حمايتي، حماية القضاء، حماية الإسلام. فمن تجرأ عليها بكلمة جارحة أو نظرة ازدراء سيلقى عقابه مني، وإلى الله مصيره يوم القيامة. وأقول لأهل بيتها: إن لم تنتهوا عن جاهليتكم وتعودوا إلى دينكم ستعيش هذه المرأة معززة مكرمة في وقف من أوقاف الدولة. أنا أتزوجها يا سيدي. بارك الله فيك يا بني، ولا يجب أن يكون الزواج هو السبيل الوحيد لتقبلها، بل يقينونا بديننا. فمن أراد منكم أن يتزوجها فليسألها، وعليها أن تقبل أو ترفض، شأنها شأن سائر النساء، وليتق الله قبل أن تأخذه حمية الزائفة فيقع في شرك النفاق، فيكون نفاقه ظلماً يزيد من مظلمتها وهوانها. أيها الناس، ربما نكون بما أنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وبما جاء على لسان نبي الحبيب مؤمنين، ولكن علينا
أن نسأل أنفسنا في خلوة صدق هل نحن موقنون؟ وتذكروا دائما العلم بلا عمل كالغيم بلا مطر. وصل صاحب الشرطة. لله ضره، كم فرحت حين علمت بأنها عادت لإخوتها وهم يبكون نادمين لما فعلوه بها. عسى الله أن ينسيها مرارة ذاك الفعل الآثم. أسمعت بما قاله القاضي للناس؟ سمعت، بل شهدت تلك الفضيحة بنفسي. فضيحة؟ لما تقول هذا يا أبي؟ هراء، كل هذا هراء. الفتاة لا تنسى هذا، ولا الناس أيضا. أنا لا أستطيع النظر في وجه امرأة فجر بها، فما بالك بالزواج؟ هذه هي الحقيقة يا ابنتي. حقيقة؟ أنت من يقول هذا؟ يا بنيتي، أنت ما زلت طفلة، لم تخبري الحياة بعد. قل لي يا أبي، لو ظفرت بسارق ومسروق فممن تقتص؟ هذا شيء وذاك شيء آخر. بل كلاهما واحد، وكلاهما اعتداء أنكره الله، وأمرنا بالأخذ بيد المظلوم والضرب على يد الظالم. أبي، إذا كنت أنت من يؤمن في هذا فكيف تكون من يأتمنه الناس على أموالهم وأنفسهم وأعراضهم؟ سيد ابن زياد، سيد ابن زياد، ادخل يا صلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اجلس يا صلاح. أبهذه السرعة تريد السفر؟ الخيروان عشق القلب وأرض الهوى. طيلة هذه السنين وأنا أخشى أن أموت قبل أن أراها. يا رجل، هل تريد أن تؤخرني عنها وفيها أبو كريب؟ ليت الجميع يتعلمون منك حب بلادهم. ليس هناك من أحد لا يحب بلده بشكل أو بآخر، وإنما هناك أناس لا يحسبون لأعمالهم حسابا، يظنون أنهم يحسنون إلى بلادهم لكنهم يلقون بها في أتون حرب ستحرقها وتدمر كل ما يحبون فيها. اجلس، اجلس يا صلاح. ولكن ما نفع البلاد إن لم يكن فيها من نحبهم؟ ومن قال بأني ليس لي أحباب في القيروان؟ أظنك لم تكن تقصدني بكلامك. بل كنت أقصد نفسي، فأنا من بلاد بعيدة، وقد كنت من قبلك غريبا بين أغراب، وها أنت عائد إلى بلادك وأنا عائد إلى غربتي. لما لا تأتي معي؟
أنا؟ أجل. تصحبني في سفري وسأتدبر لك أمرك بإذن الله حينما نصل إلى القيروان. والله ما جئتك إلا لهذا، لكنني خشيت رفضك، فمن ذا الذي يقبل؟ ومن يرفض صحبة رجل طيب مثلك؟ بل أنت من سيخفف عني عناء السفر وحدي بلا مؤنس ولا صاحب. صاحب؟ أجل، صاحب. وهل من صحبة أفضل من صحبة رجل يحمل قلبك مثل قلبك؟ سأصحبك شرط ألا تؤخرني عن القيروان، فإذا ظللت واقفا هكذا فلن أنتظرك. لا 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 لا، ما هي إلا سويعات، وآتي إلى هنا لأسافر معك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل طيب. نحن من قبيلة كانت تعيش بسلام على أطراف النهر، اشتهر أهلها بالذكاء والفطنة. هذا يكفي. هيا. قلت لي اشتهر أهلها بالذكاء والفطنة؟ لا تقيم ذكاءنا الآن، فقد مر علينا ما يشيب رأس الرضيع ويفقد العقل. معك حق. وماذا بعد؟ هجم علينا المسلمون وقتلوا زعيمنا وأجبرونا على الإيمان بنبيكم الملك. نبينا الملك؟ تقصد عاصم الكذاب المحتال الذي ادعى النبوة؟ لا أعرف تفاصيلكم، ربما تقول ذلك أمامنا فقط. ما الذي أتى بكما إلى هنا؟ كنا من المحظوظين الذين هربوا من هذا الجحيم بعد أن قتل منا من قتل وفر منا من فر. وصلنا إلى هنا ونحن نسمع بعظمة القيروان، ثم دلونا على شيخ جليل اسمه أبو الخير، وقالوا لنا إنه يحمل من اسمه نصيبا، فاستبشرنا خيرا وقصدناه وعملنا لديه، وكان لطيفا في البداية، ثم ما لبث أن كشف عن قناع. هكذا هم البشر، يعبث بهم الشيطان، ينزغ القلوب ويزرعها بالأحقاد، فتعمى الأبصار عن الحق ولا ترى إلا بعين الحقد. لكن إساءة ذلك الشيخ لا تكاد تذكر أمام معاملة ابنه لنا. أجل، ما رأيت حاقدا مثله في حياتي. أتذكرك؟ أذكر. دعا ذكرياتكما جانبا وحدثاني بما حدث بعد فراركما منهم. ذات ليلة شعرنا بالجوع فخرجنا نبحث عما نأكله، وحين عدنا وجدنا اللصوص يسرقون الخيول من الإسطبل. هل تعرفتما عليهم؟ أرأيت؟ ألم أقل لك أن نفعل ذلك؟ زيدان خاف أن نسأله وأقنعني بالفرار. هل رأيتما وجوههم؟ أجل، رأيناهم. إذن تستطيعان التعرف عليهم مجددا؟ ليس تماما، كانوا جميعهم ملثمين. حسنا، فلما لم تخبروا صاحب الإسطبل أو حتى الشرطة حتى يلحقوا بهم قبل أن يبتعدوا؟ حين رأيناهم انتابنا الفزع. زيدان انتابه الفزع ففر هاربا الجبان، ولحقت به لأحميه. ولماذا لم تعودا إلى الإسطبل في اليوم التالي؟ صحيح، لماذا لم نعد إلى الإسطبل يا أمروز؟ ربما خشينا من خيول الإسطبل. نعم، أو صاحب الإسطبل. أجل، الإسطبل نفسه. فقد اكتفينا منه وقررنا الانضمام إلى عصابة أصحاب الجبل، وهربنا إلى الجبل عسى أن يتبدل حالنا والتقينا بك. هربتما من العصابة ثم أتيتما لتنضما إليها؟ ألا تحكي لنا قصتك وتبوح لنا بسرك كما فعلنا معك؟ سأفعل، ولكن ليس قبل أن نحضر الطعام. زيدان، أمروز، أكرهك. سابقا كنت أقول فليذهبوا إلى الجحيم، فهم من يجنون على أنفسهم إن لم يسمعوا النصح. أما الآن
فلم يعد الأمر كذلك، فجميعنا سيذهب إلى الجحيم إذا ارتكبتم حماقة ما. بما فينا هؤلاء الأطفال الأبرياء. وأنا الذي فرحت بأنك دعوتنا وظننت أنك قد رجعت نفسك. أنت لا تفهم، تريد أن تفقدني صوابي؟ قلت لك سمعت قرارات هذه قبل أن أسمعها منك، ورغم قطامة سواده إلا أنني قد رأيت جانبا مضيئا ظنا مني بأنه قد يحرك النخوات ويوقظ الضمائر. أية نخوة وأي ضمير أيها المعتوه؟ ألا تعرف أن الناس يتبولون على سراويلهم إذا لمحوا أحدا من حراسه؟ وهذا ما يدفعني إلى ما سميته حماقة. أيهون عليك كل هذا الظلم؟ أيهون عليك أن يسقط ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وأن يزيد من عدد الصلوات والفروض؟ ألم تسمع قرارات هذه أم أنك تركتها وتشبثت به؟ أجل، تشبثت به لأن به هلاكي وهلاك أهلي. أما عن القرارات الأخرى وعن نفسي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله إلى أن يمن الله علينا بفرج من عنده. ماذا نفعل يا أخي؟ وهذا هو قدرنا، لقد ابتلانا الله بهذا ولا اعتراض على حكمه. صحيح أن الله ابتلانا، ولكن هذا لا يعني أن نستسلم، بل أن نبذل جهدنا في دفعه وإن كان في ذلك موتنا، فجميعنا سنموت. فلنموت إذن شهداء على الحق خير من أن نموت جبناء خانعين. هيا بنا. تعلم أن قلبي معك ومعلق بما تقول، ولكن سامحني يا أخي، فعقلي ذهب مع خفتر هذه المرة. لست متفاجئا، توقعت منك هذا. ساشا، غسمان، الحال ميؤوس منه يا ابن عمي، ناهيك أنني لا أقبل بأذية أهلي. عددنا قليل وعدتنا معدومة، وكأننا نحاول هدم حائط بعود خشبي. معذرة يا ابن عمي. ريان، اتق الله، اتق الله فينا، إن الله لا يرضيه أن تهلكنا جميعنا بسبب عنادك وطيشك. فكر بي، بأطفالي. أيرضيك أن ترمي ابنا إلى عاصم ورجاله؟ أيرضيك يا ريان؟ ألا تكف عن الاستقواء على هؤلاء الأطفال؟ حقا، لما لا تأتي أنت أيها المخضرم؟ لست بمن يعكر صف الأطفال. ماذا بك يا خالد؟ طابع استدعاء من القضاء يا مولاي. وماذا فعلت حتى يستدعيك القاضي؟
الطابع ليس لي يا مولاي. لمن الطابع إذن؟ لك أنت يا مولاي.